هي الغديوة طابت واخا الضيف ما علمونيش هليت فيهم بزاف كيكة ديال المحلابات حجم عائلي واقتصادية. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله كتجيب فشفشة وشاربة الشوكولاط ورائعة رائعة رائعة. شوف الحجم ديالها قداش. هاد الكيكة هادي اقتصادية ديال المحلابات. السلام عليكم احلى متابعين كديرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير والف خير وبصحه جيده ونلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر باش ما تمنيتو. كنت جالس مع اليوم بيت انا غندير واحد الغديوه عاديه ويقول لي الضياف جايين عندنا بغا يشوفوني بغا ياكل ياكل على البلاصه يعني بغا يجيبوا لي الحليب ويجيو فهمتوا احبابي بغا يجيو عندي الضياف. شنو قلت؟ قلت غادي نجمع الدار دغيا غندير واحد الشطيبه غادي ندير واحد السيقه وغادي نمشي نتقدى الدجاج ونجيبو نطيب لهم واحد المريقه زوينه وندير لهم السفه حتى هي. يعني هاد الضياف هادو جاو على غفله دغيا طق 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 وانتم عارفين ديما سيبوا الضياف على غفله. شوفوا احبابي هاد الضياف كيبغيو غير يجيو يشوفوني ولكن انا كنبغي نرحب بهم وانتم عارفين المحتوى ديالي ديال الطياب كنبغي نعطيهم شي حاجه اللي طيبتها بيدي يعني دوق الطياب ديالي. هاد الضياف راه معزاج ما جاوش عندي غير المره الاولى والمره الثانيه جاو عندي بزاف ديال المرات وفهمتوا كيجيو هما يستاهلوا ظريفين بزاف. هادشي علاش غادي نمشي دغيا نتقدى الدجاج ونطيب واحد المقيله اللوحه في ديال الدجاج في الفران وغادي ندير السفره غير تفويره وحده وانتم معايا. نشطب كوزينة ونضرب له واحد السيقة ونضرب السيقة للصالون. صراحة ما علمونيش ولكن أنا مرحبا بهم وألف مرحبا. أنا أي واحد كيجي عندي مرحبا بهم وألف مرحبا بالعكس هما عزاز عيد عليا بزاف كنقول لهم مرحبا بكم ولكن واحد الدربة داروا لي ماشي هاديك شوفوا الدار كبيرة ماشي مشكل راه كيكون عدد الدياب جيد كيولوا فيها 20 ها كلوا هادي الأحباب دايما غادي نجمع بلاصة نضرب لها واحد السيقة صالون راه مجموع ديالي. بالنسبة للصالون راه كتجامعوا تهنيت منه مجموع مقاد هنا غادي ندوز غير هاد الدس غادي نحكو مزيان مزيان وغادي ندوز حتى الدروج نحكو. نضرب بالكراكه راه حطيت الدس حداك نشوف بحال هكا داكشي بالزربه انا داك ثاني كرم وشويه جافا غير شويه شي بزاف حيت ثاني كرم بغيت ما كتبغيش تخلط مع جافا حتى متبع عزاز ديولي حدا واحد الحارس هنا واحد التراب احمر احمر قدامنا غير كيتحرك شويه ديال شويه ديال العجاج واخا نكونو ساكنين في الشراجم كيدخل لينا التراب ما عرفتش مناش راه نتوما عارفين البلاصه اللي ساكن فيها بركه فيها الدور ما تبناوش قدامنا تنفسنا بزاف خصوصا انا نتوما عارفين مني كلشي شفاف صياغ خاصو تمشي نتقدا دابا صافي جمعتنا هنا. بعد ما ضربت بالكراطه درت شويه ديال السنيكروا في هذاك الجفاه ودوست على هذاك الدس باش نشفو صافي نشفت هذيك البلاصه وحليت الشراجم يدخل البرد وتنشف لي الارض دغيا. انا غادي نغير شويه الماء غير صال واحد كان فيه تيلو جاردي هو اللي فايق تبدل الدروج وهذا الصال هذا ولا غادي نشف بحال هكا باش ما نضيعوش الماء في الوقت هذا الصيف كافي علاش حنا غادي نديرو طون ديال الماء على قبل الدروج شوف الطرف اللي فيه الشيء مع الباب محلول ديما كيتسرق غادي نجيبو هذا الصباغه ديال الماء شنو ممكن دير عليها الماء وكتشوفوا الارض رجعتها جديده داكشي العيال تا هو ها هو صافي جمعناه كلشي جمعناه الحمد لله عندهم حصه دابا شويه صافي هادشي اللي كان بعد ما صيقت الدار كامله من الفوق حتى لتحت مشيت تقديت جبت دجاج خديته من عند الجزار
مدبوح النهار قبل. والصفه يعني تقضيه عاديه. هنا غادي ندوز نصوب معكم واحد الكيكه حجم عائلي. هنا ربعه البيضات، هاد ربعه البيضات اللي بالو لكم بحال هكا كنت غادي نقليهم مع الصباح وما قديتش نقليهم، صافي خليتهم حتى درت بهم كيكه. ساشي ديال الفاني، ربعه البيضات، وكاس ونص ديال السكر. بالنسبه للكاس كيهز 150 غرام، يعني درنا كاس ونص ديال السكر. صافي غنحركوا المكونات ديالنا مزيان مزيان حتى يذوب لنا داك السكر. هنا راه زدت نص كاس، حيت في الوقت غنديرها غير صغيره، ولكن قلت علاش ما نديرهاش حجم عائلي ونشاركها مع المتتبعين العزاز ديالي اللي كيبغوا شي كيكه اللي تكفيهم السيمانه كامله يحطها في الثلاجه وتبقى زوينه وما تنشفش، حيت غادي نسقيوها. هنا درنا كاس ونص ديال الحليب، درنا كاس ونص ديال السكر، كاس ونص ديال الحليب ما يكونش بارد، يكون دافي غير شويه، وياغورت بنكهه فانيلا او نكهه البنان لكم الاختيار، او نكهه الشوكولا. انا درت فانيلا، هاد ياغورت هو اللي كيبنن لينا كيكه، وكيكه ديالتنا تجي زوينه وبنينه بزاف وتعجب الوليدات. غادي نخلطوا المكونات مزيان مزيان مزيان، وبالنسبه للمقادير غنخليهم لكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف ان شاء الله. درنا الكاس الاول ديال الدقيق، وغادي نزيدوا الكاس الثاني. هاد الكاس هذا قياس كاس العنبه، كل كاس كيهز 100 غرام، يعني درنا الكاس الاول 100 غرام ودرنا الكاس الثاني في 100 غرام، هي في المجموع 200 غرام، وباقي غادي نزيد ثلاثه المعالق كبار كاكاو اللي كيتشرب مع الحليب. راه موجود هاد الكاكاو اللي كيتشرب مع الحليب، كيكون بنين وكيجي الكيكه ديالتنا بنينه بنينه بنينه. ودرت حتى معلقه كبيره كاكاو مر باش تجينا الكيكه ديالنا لون شوكولا. ضروري انكم ديروا خليط ما بين الشوكولات اللي كتشرب مع الحليب والشوكولات المر. وهنا زدت جوج كيسان، يعني الكاس الثالث والرابع، بالمجموع درنا اربعه الكيسان، وغادي نزيدوا واحد شويه ديال الدقيق. بالنسبه للخماره درت ثلاثه الخمارات، كل خماره فيها 8 غرام. بالنسبه لهاد الكيكه راه حجم عائلي، ضروري نديروا فيها ثلاثه الخمارات. غادي نخلطوا المكونات ديالنا اللي كان خاصه شويه ديال الدقيق، غادي نزيدوا شويه ديال الدقيق. شوفوا القوام ديالها هنا خفيف شويه، هادشي علاش غادي نزيدوا نصف كاس. في المجموع شحال خدات ليا؟ ربعه الكيسان ونصف دقيق ابيض خاص بالحلويات. هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد المول يكون كبير كبير كبير، او شي فراح يعني شي مول كبير خذوه. انا خديت هذا المول اللي فيه 30 سنتيم. غادي نهنوا بشويه الزيت او شويه الزبده، ورشوا بشويه ديال الدقيق الابيض او بالكاكاو المر لكم الاختيار. انا دهنته غير بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق الابيض، والزبده ماشي ضروريه غير اختياريه، يمكن لكم دهنوه غير بالزيت. دخلت الفران بارد ديال الغاز على 180 درجه، يعني عافيه غادا مهيله متوسطه غادا مهيله غير من التحت، حتى تبان لكم تنفخات تقريبا واحد تشموا ريحتها، حتى تشموا ريحتها وتبان لكم نشفات، ما تحلوش على الفران وهي باقه كطلع غتهبط لكم. صافي وخلوها طيب حتى تبان لكم طابت، وشعلوا عليها من الفوق ما تحلوش عليها. خديت 100 غرام شوكولا، انا خديت هاد الشوكولات مخلط مع الحليب، يعني الشوكولات خذوا اي شوكولات واي نوع ديال الشوكولات. درنا معاه كاس ديال الحليب، يعني 100 غرام شوكولات تقريبا واحد 5 دراهم، معها كاس ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر او كاكاو اللي كتشرب مع الحليب. غادي نذوبهم على عافيه مهيله وناخذوا الكيكه ديالتنا نديروا فيها ثقوب باش نكبوا عليها هذاك الخليط اللي غيخليها تجي هشيشه، وغنخلوها في الثلاجه ما تنشفش لينا. شوف هذا هو الخليط اللي كيخلي هاد الكيكه ما تجيش ناشفه. وهنا الكيكه بارده والسقوه سخونه، والناس اللي بغاو يطيبوا هاد الكيكه وعندهم غير فران ديال الضو سخنوه مسبقا على 180 درجه، شعلوا عليها غير من التحت وخلوها طيب مزيان 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 ما تحلوش عليها حتى تشموا ريحتها، ودوز واحد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، ولكن العافيه تكون متوسطه بحال هكا 170، ما بين 170 و 180. صافي هنا راه سقيتها بهذيك الحليب والشوكولا ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، غادي نخلوها على برا حتى تبرد، عاد يمكن لينا ندخلوها الثلاجه. ندوزو هنا نصوبو السفه، كتاخذوا كيلو ديال السفه، انا خديت الكرم، الكرم غير ديال العبار، يمكن لكم تاخذوا الكرم اللي في الساشي، ولكن ماشي هذيك اللي في بيم، هذيك اللي في بيم كتعجن صراحه، خذوا الكرم راه زوينه السفه ديالته. بعد ما دهنناها بالزيت مزيان ما ديروا فيها لا ملح لا والو، الملحه غادي نديروها في الماء. هنا خديت هاد البرمه وعمرت بالماء الكافي اللي غادي نسلق فيه وغادي نبخر فيه هاد السفه، غادي نخلوها تبخر نصف ساعه، يعني تفور نصف ساعه. الوقت اللي كتبخر ليا او كتفور ليا السفه غادي ندوزو نصوبو الدجاج. كتاخذوا حامضه مصيره، تاخذوا لها اللب ديالها، ربعه الفصوص الثومه، ثلاثه معالق كبار قزبر المعدنوس، ومعلقه صغيره تكون عامره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره تكون عامره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ما تكونش عامره ديال القعقاع اللوب سيبيسه، هذيك القعقاع اللوب سيبيسه، وشويه البزار والملحه، ومعلقه صغيره ديال السمن. وكيف ما قلت لكم بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم في اول تعليق. ودابا باش غنفكركم باللايكات، اللي باقي ما خليش ليه لايك هبط دابا يخلي ليه لايك، لا يخلي لكم صحتكم ويطول في عمركم ويعطيكم قصر في الجنه يا رب. بالنسبه لدعمات الزعفران يمكن لكم تعوضوها بالزعفران مذوب، الزعفران الحر مذوب مع الماء سخون، يمكن لكم. انا درت دامة زعفران غير شويه وحيده صافي، هادشي اللي درت. خديت دجاجه فيها 2 كيلو، يعني الدجاجه غاليه هاد الايام سبحان الله العظيم، غالي 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 بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو،
ضروري ناكلوا الدجاج، شنو غناكلوا؟ الحوت، الحوت اغلى من الدجاج. صافي هنا غادي ندهنوا هاد الدجاجه بهذيك الشرموله، واللي كان ممكن تخلوها تقريبا واحد الساعه في الثلاجه حتى لساعتين او ليله كامله فيها التتبيله باش تجيكم بنينه. وراه لاحظتوا باننا درنا السمن كيجي رائع مع الدجاج. غادي ناخذ واحد ثلاثه البصلات نقطعهم على شكل هلال ونديرهم من تحت هذيك الدجاجه. يمكن لكم ديروا بطاطا، انا غير ما بغيتش ندير بطاطا، راها تجي زوينه حتى هي بطاطا وتجي مذاق ديالها زوين مع الزيتون ومع الدجاج. غادي نشرمل هذيك البصله وغادي نزيد عليها هذيك الدجاجه. اليوم راه ما عرفتش الهضره ما كتخرجش ليا بقاده. والله حبابي سبق لعيت هادشي اللي كاين. صافي هنا غادي ندير هذيك الدجاجه من تحت البصله، وهذيك الحامضه المصيره اللي خدينا اللب ديالها غادي ناخذوا ليها هذيك القشور ديالها ونقطعوهم ونديروهم مع مع الدجاجه باش تجينا محمضه هاد الدجاجه وتجينا بنينه. راه لاحظتوا بانني ما درتش عصير الحامض، اللي بغيتوا ديروه ديروه، ولكن بلا ما ديروه اصلا كتجي هاد الدجاجه المذاق ديالها هو هذاك حيت درنا فيها الحامض المصير. شويه ديال الزيت تقريبا واحد نصف كاس، والناس اللي عندهم زيت البلديه يمكن لهم يديروا خليط ما بين زيت الروميه وزيت البلديه. ورق للطهي، وغنغطيها ببابي الومنيوم وندخل الفران سخون مسبقا على اعلى درجه من الفوق ومن التحت. والفران اللي كان عندكم كيشعل غير من التحت شعلوا على غير من التحت ماشي مشكل. صافي ونخلوها طيب تقريبا واحد ما بين 40 دقيقه حتى ساعه في الفران. دخلنا الدجاجه الفران وغادي ندوزو للصفه. انا كنخدم معاكم بواحد الطريقه زوينه باش نتوما تفهموا كيفاش خدمت. كنطيب هنا وهنا السفه، من بعد ما تفورات نصف ساعه كنحاول انني نسلقها في هذاك الماء، ولكن ما تفوتوش جوج دقائق غير يبان لكم اللون ديال السفه تبدل، ولكن مع التحريك المستمر حيت السفه اللي مخلي محركتوهاش غادي تعجل لكم. ها انتم كيف ما درتها غادي نحركها، وهذيك الماء راه فيه الملحه شويه باش تجينا السفه بنينه. كنبقى نحرك نحرك تقريبا واحد جوج دقائق، دقيقه واحده غير تبان لكم تنفخات طفوا عليها، ما تخلوهاش اكثر من الوقت. شوفوا هنا راه تبدل اللون ديالها وتنفخات. صافي غادي نحيدها من الماء، يعني ما فاتش جوج دقائق. ما تخلوهاش طيب بزاف حتى تخسر ليكم، لا جوج دقائق ما تفوتوهاش، غير تنفخ حيدوها. وغادي نسقطرها في هذاك الكسكاس وهذيك القصريه بلا ما تغسلوها، اصلا غادي نخبو في هذاك الماء غليان. وهنا غادي نسقطرها مزيان 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 من هذاك الماء ونرجعها بحال فوق البرمه. بعد ما غادي نسقطروها غادي نبقى نحرك فيها، ضروري بقاو تحركوا فيها، اللي خليتوها على بعضياتها غادي تعجل لكم. شوفوا كيفاش كندير، بحال هكا بحال هكا بحال هكا حتى تبان لي نشفات من الماء. وغادي نشد ديك القصريه نشفها حتى هي من الماء، نغسلها الوقت نغسل القصريه ماشي مشكل نغسلوها في هذه المرحله، ونمسحوها من ذاك الماء ونديروا السفه ديالتنا ونزيدوا عليها الزبده والسكر. صافي اسهل ما يكون، ولكن التحريك المستمر ما تخلوهاش وهي سخونه على بعضياتها غادي تحرق لكم. هنا رضقتها لقيتها خاصه شويه الملحه، درت شويه الملحه. بالنسبه للسكر ديروا الكميه اللي بغيتوا، انا درت تقريبا واحد 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده، ما ديروش السكر كلاصي كيطلق لينا الماء في السفه. هنا غادي ناخذوا الزبده تكون نوعيه زوينه، انا خديت 3 معالق كبار ديال الزبده. وصافي غادي نحرك هنا غير بشي فورشيطه حيت كتكون سخونه اللي درتكم يديكم هنا. صافي غادي غادي تحرقوا فيها غير بشويه عليكم، بقاو تحركوا بحال اللي كتحركوا حتى تلبس لكم بالزبده والسكر. وصافي وبالصحه والراحه، يمكن لكم تقدموها في هذه المرحله او بغيتوا تفوروها غتفوروها غير 10 دقائق كيف ما انا غادي نخليها حتى تبرد، وبغي نقدمها عاد غادي نفورها. شوفوا لي السفه راه ما معجنه لا والو حبايبي، راه ما كنخبي عليكم حتى حاجه، راه الطريقه هذه ناجحه 100% وكتجي بنينه وبحال ديال العراسات. اغلب السفه اللي كنصوبوا حنا في الدار كتجي معنزه، هادشي ما كت... هادي بالعكس كتجي طيبه بحال ديال العراسات، وحسن من ديال العراسات ما كتضركم لا والو، عارفين شنو دايرين فيها. انا خديت اللوز او كاوكاو قليته في الزويته وطحنته وغادي نديرو في السفه باش تجينا بنينه. فهاديك العضه كنعضو بحال هكا، السفه كتجينا رائعه وفيها اللوز، فهمتوا احبابي شي حاجه اللي زوينه. هنا غادي ندوزو نشوفو الدجاجه بعد ما طابت. صافي غادي نحيد عليها هذيك الورق اللي طاي وندخل الفران تحمر. بغيتو تدهنوها بشويه الزبده هذيك الدجاجه، يمكن لكم انا دهنتها بوالو خليتها تحمر غير شويه وغادي نخرجها. هنا غادي ندوزو نفورو السفه مده 10 دقائق. شوفوا احبابي كنهضر غير بشويه، الضيوف راهم جاو وهادشي علاش ما بنتش اليوم، ما بنتش لكم حيت ما كنحشم، واخا نبان لكم كنضحك وداكشي راني كنحشمها وكنسير على حشمات. صافي نحطو السفه حتى هي، يعني غير البخار يبدا يطلع لهاد السفه حسبوا لها 10 دقائق وحيدوها حيت هي طيبه. صافي هنا غادي نقدمها. بالنسبه للزبيب راني عسلته، خديت غير شويه ديال الزبيب غسلته ورقدته في الماء وسلقته مع شويه الملحه. بعد ما تسلق وبان لي بدا ينشف لي هذاك الماء خديت واحد المعلقه كبيره ديال السكر وشويه ديال القرفه وعسلته اسهل ما يكون. صافي هنا السفه ديالتنا هي هذه، غادي نحاول نقدمها تقديم مغربي 100% بلا كثره الزواق وهذاك الشيء عادي، يعني هاد العراده وجات على غفله ما كاش موجد لها. حاولت انني ندير شي حاجه اللي تكون بنينه، الاهم انها تكون بنينه، هذا هو الاهم عندي انا. بالنسبه للدريساج ماشي مشكل، درت هذاك الشيء اللي قسم الله،
بحال هكا درت شويه الزبيب مع السل، درت شويه ديال السكر كلاصي من الفوق وشويه القرفه. بالنسبه ليا راه فيها اللوز من الداخل، يعني كلها لوز، شويه اللوز كنقول له شويه اللوز ماشي بزاف، تقريبا 5 دراهم ديال اللوز، كذب عليكم هذا الشيء اللي شريت. صافي نقدموها على الطريقه، وهنا غادي ندوزو الدجاج حتى هو نديرو ليه الزيتون. بالنسبه للدجاج راه حتى طاب، وخديت الزيتون الاحمر غليته في الماء وغادي نزيدو على الدجاج. هي الخديوه طابت، واخا دير مع المونيت هليت فيهم بزاف بزاف. شوفوا اكشي بالزربه، فين كتكون شي حاجه بالزربه راه كتجي زوينه. الكيكه ما غنحطهاش زعما حتى اللي يبغوا يديروا الكوتي، عاد نحط لهم الكيكه مع شي حاجه بحال هكا، خليها تبرد، خاصها تبرد مزيان في الثلاجه. وهذا هما اشكال الاطباق ديالنا. هذه حطيت لهم الموناض هنا، هنا حطيت لهم السفه، درت لهم الدجاج. اجيكم معايا الدجاج. شوفوا لي البصله راه تغمرات، اما الدجاجه ما بغيتش نحمرها بزاف حيت غتحرق لي البصله، واخا شعلت عليها غير من فوق الدجاجه باش تحمرات، البصله دغيا نشفات. هادو هما اشكال الاطباق ديالنا، نتمنى انهم نالوا اعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات، اللي باقي ما خليتش لايك يخلي لايك. بالنسبه للايكات والله احبابي كنفرح بزاف كنشوف فيديو كيجيب لايكات، وكل شيء جا على غفله، وحتى الفيديو جا على غفله. كنت ناوي ندير لكم واحد الحاجه اخرى ولكن كتابت هذه مع الدبل ديرو، هذه الحياه. صافي هنا السفه ما جات لا معجنه لا والو، راه غنقرب لكم كلشي باين. احباب اللي كتكون شي حاجه ماشي هذيك راه كتبان في الفيديو. هنا غادي نقطع معكم الصدر، الصدر راه طيب غير من العنق باش تعرفوه. شوفوا العنق داب داب داب. بالنسبه للسفه هي هذه، هنا راه تغدينا. صافي غادي ندوز نصوب معكم الكيكه، نكملها معكم تقريبا هنا 4:30. خرجت الكيكه من الثلاجه، زدت عليها 2 ياغورت شوكولا، غادي ندهنها على هذه الطريقه، وناخذ الفيرميسين او لوز ايفيلي، يعني اللي متوفر عندكم ديروه. بالنسبه للدريساج ماشي مشكل، ديروا اللي متوفر عندكم. كيف ما قلت لكم فيرميسين شوكولا هو اللي درتو، غيتواتى معاها. وبالنسبه هذه الكيكه بمذاق الشوكولا، ما فيهاش القهوه السريعه الذوبان، لا درناها كلها شوكولا. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، كديروها في الثلاجه وتغطوها، ضروري انها تغطوها باش ما تجيكمش فيها ريحه ديال الخضره او الريحه ديال الثلاجه بصفه عامه. هنا كنقطعوها قطع كبار، نتوما عارفين السيمو عينو كبيره في الماكله، كيبغى الحاجه تكون كبيره. يا قرده يا قرده، ياكلوا فيها ثلاثه. صافي هنا قدمتها، وتبارك الله حجم ديالها عائلي عائلي ديال بصح. كنعطوها الوليدات مع كاس ديال اتاي او كاس ديال الحليب او كاس عصير البرتقال او اي عصير. هذا هو الشكل النهائي ديالها. والله الهضره مشات لي اليوم ما عرفتش من داش، حتى تقولوا لي من داش. بالنسبه للكسكروت غادي نخرج نتقدى شويه الباريزيان، شويه ديال شي بسيط عادي على قبل الكسكروت ديالنا. بغيت نشارك معكم اجواء كيفاش غدوز الكسكروت، ولكن غنتعطل عليكم حيت هذا الفيديو صورته نفس النهار وغنحطو نفس النهار، هادشي علاش اللي شاركت معكم الكسكروت، حيت باقي معطلين دابا ما قادينش ياكلوا دابا، حتى شويه نحط ليهم، اللي تعطلت بزاف الفيديو غيتعطل عليكم. دابا غندوز نقطع معكم هاد الكيكه، وضروري نوريكم من الداخل كيفاش جات، حيت اللي ما وريتكمش من الداخل كيفاش جات غتقولوا جات معجنه او مطقصه. شوفوا جات هشيشه شاربه الشوكولا والحليب اللي درنا ليها، ألد ما يكونش حاجه اللي بنينه. وربعه البيضات، البيض دابا راه ما غاليش، كاس ونص ديال الحليب وياغورت. ولكن كيكه ديال تحمير الوجه، يعني كيك يومي ولكن انيق كيف ما كنقولوا. الفيديو وصل النهايه ديالته، مسخيت بكم والله، خليت لكم راحه البال. السلام عليكم، السلام عليكم.